وكل أم شريفة ومرأة شريفة في الحقيقة كل شيء قائم على المرأة. هذه نقولها لما فيها وفيها، يا إما تبغيك ولا تبغيها. إلا بغاتك وبغيتيها هذيك السعادة وما فيها. إلا بغاتك غير ديها، أجي الدار واخطب يديها، تدير دا والديك ووالديها، راك جعلك سلطان عليها، أنت الحاكم والحكومة فيها. أنت الحاكم والحكومة فيها، تعاونك وتعطيك قلبها ويديها، تسترك وتستر العيب اللي فيها. المرأة تبغي ولادها واخا يعذبوا فيها، غير عاونها وارحمها ولا تبكيها. المرأة تبغي ولادها واخا يعذبوا فيها، غير عاونها وارحمها ولا تبكيها، يكفي راه البيت كله ليها. إلا بغاتك وبغيتيها واتقيتي الله فيها، حتى الجنة هي تدخلك ليها. إلا قانونك حذر من كيدها، قل له كيد خوت يوسف سبق كيدها. المرأة هي الأم، الجنة تحت رجليها، راها يماك اللي حياتك بدات منها، راها أختك اللي تحبك طول عمرها، راها أختك اللي تحبك من قلبها، راها بنتك اللي تخدمك طول عمرها، راها المرأة هي فاطمة الزهرة حبيبة الرسول أبيها. المرأة هي خديجة اللي ضحت بمالها. المرأة هي مريم صورة تقرأ حكايتها. المرأة هي مريم صورة تقرأ بسميتها. المرأة هي ملكة سبع في القرآن حكايتها. دار بلا مرأة الملائكة ما تدخلها. المرأة الراجل اللي ظلمها، المرأة إلى لقات اللي يخدمها ويحبها، هي أحسن من الدنيا وما فيها.